اللي 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 الحقيقه تطلع وقت الكبر سياسه التهميش بالنسبه للموضوع التربويه، وهو موضوع الحقيقه جيد، موضوع قيم، وان شاء الله راح نناقشه مع ضيوفنا وراح نسمع الاراء وراح نسمع وجهات النظر. وتكمل الاداره يا طويل العمر؟ تكمل الاداره؟ لا انا ابغى حتى تخلق وبعدين تشوف شو اسمه الميكروفون وتجيني هنا عاد. اجل يا طويل العمر. اي لكن ابغاك تتكلم انت عن الكلام هذا. شوف موضوع التهميش مثل ما تفضل الدكتور انه كثير من الناس يستخدمه استخدام خاطئ. يعني والحقيقه استغل هالموضوع، احنا نطالب يعني دائما الحياه هي موازنه بين سدد وقارب. نعم. يعني لو تلاحظ عمليه سدد وقارب القاعده الجميله جدا اللي موجوده في الحياه، الناس للاسف الشديد تفرط وتسف في هالمساله هذه. مساله التهميش ان كان تهميش الابناء او تهميش الزوجه او تهميش من هم تحت ادارتك من مجموعه الموظفين، انا اعتقد انه يعتبر خطا مسلكي على الانسان القائم فيه تعديل سلوكه تجاه استخدام هالصلاحيه اللي ممنوحه له، وهي بالنهايه صلاحيه. يعني الاب لما يكون مسؤول عن تربيه ابنائه، الله سبحانه وتعالى اعطاه صلاحيات، من ضمن هالصلاحيات هي فن ايجاد العقوبه المناسبه وايضا ايجاد الثواب الجيد الحسن للابناء. فكثير للاسف الشديد من الاباء يسرف في مساله التهميش وفي مساله التطنيش للامانه لبعض الابناء، مما يخرج عندنا ابن ضعيف الشخصيه، غير قادر على اتخاذ القرار، غير قادر على بناء اسره جديده او فتح بيت جديد، لانه دائما ينظر الى المجتمع اللي حوله انه هو مجتمع ما هو معطيه قيمته ولا هو معبره كبني ادم، رغم ان هي احد احتياجات ماسلو او هرم ماسلو في التربيه، اللي يعتبر من الاهرام المهمه جدا، اللي من اهمها التحفيز، اللي من اهمها الشعور بالانتماء، اللي من اهمها المكافاه. هذه كلها اشياء تكلم عنها ماسلو في هرم ماسلو، اللي يعتبر احد المراجع الاساسيه في علم التربيه. وايضا في الدين الاسلامي او في ديننا الحنيف، لانه ديننا الاسلامي هو دين دوله وحياه، دين في المقام الاول، وايضا هو دين دوله ودين حياه، نظم شؤون الحياه ونظم شؤون التعامل بين الافراد، سواء كانوا هالافراد هم المعالين او حتى الافراد اللي انت تحتك فيهم في المحيط الخارجي. للامانه انا اقول ان هي صلاحيه تم استغلالها بشكل للامانه خاطئ. خرج من هذه الشخصيه او من هذه السلوك من هذا التصرف الغير جيد طاقات مهدره، طاقات لم يتم استغلالها، بل وخرج منهم ايضا اناس اكثر عدوانيه واكثر نقمه على المجتمع. الله المستعان. في محاوله لفت الانتباه، لانه دائما الانسان المهمل او الانسان المطنش او الانسان المهمش يحاول يقول لك انه انا موجود. يعني حتى قالوا انه بعض علماء التربيه قالوا ساعات انه او بعض علماء الطب قالوا انه ساعات بكاء الطفل لما يبكي الطفل ليس من الم او ليس لانه يتضور جوع. صحيح. وانما عشان يقول لك انا موجود. يا سلام. انا تراني حولك. يا سلام. هذا بس باختصار حول الموضوع. لا اي نعم، انا معي تعليق بسيط، وانا قلت جابهت الكلام حتى نشد هذا موضوع، قلت لك ذو شجون وذو اهميه عظيمه، لكن يختلف العقاب او استعمال هذه الحاله من حال